كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. ماول في السفاف في دورته الرابعة يسعى إلى خلق من الفن فضاء للفلسفة ومن الفلسفة فضاء للفن. ولذلك استدعينا مجموعة من الدول البحر الأبيض المتوسط للمساهمة في هذه التظاهرة الفريدة في المغرب والتي تراهن على سينما الفكر بدلا مما نسميه بالبسودو سينما أو شبه سينما. إذن هناك تعدد في الرؤية، هناك اختلاف في الأفكار، ولكن هناك مسعى واحد وهو أننا نريد تأسيس ثقافة مغربية قوية من خلال هذا المهرجان الأغورا للسينما والفلسفة. وستشاهدون الأفلام التي تم اختيارها وهي كل أفلام تنتمي إلى 2018-2019 في المسابقة، كما أننا استدعينا أكبر المخرجين من إيطاليا وهو بين فينيتي وهو ماريون برينتا وكارين، واستدعينا أيضا فلاسفة اللي هما مانويلا بانشي، واستدعينا كامبيوني، واستدعينا أيضا مجموعة من النقاد سينما كتشيريا ومن المغرب استدعينا طبعا سعد الشريبي. المشاركة ديالي في مهرجان السينما والفلسفة كيعود لهذه سنتين من قبل، كنت شاركت في المهرجان اللي كان داروا لي تكريم وعطاوني جائزة ديال ابن رشد، وهذه ثاني مشاركة لي في المهرجان. وهذه الدورة الرابعة كنشارك فيلم ميمات ثلاثة قصة ناقصة، اللي هو الفيلم كيتكلم على أولا حماقة العالم اللي وصلها اليوم، ثم كيتكلم على مدى التسامح والتعايش اللي كان موجود في المغرب ما بين الديانات الثلاث في السنوات الخمسينيات، عبر واحد القصة ديال ثلاثة شخصيات، شخصية مسلمة وشخصية يهودية وشخصية مسيحية اللي كان واكبهم مدة 60 سنة، باش نشوفوا كيفاش تطورت هذه العلاقات من سنوات الخمسينيات إلى سنة 2012 إلى حدود الربيع العربي. والفيلم هو منقسم على قسمين، قسمة يعني ديال الحكاية مخيلة ديال هذه ثلاثة شخصيات، ثم وثائق تاريخية اللي كترصد لنا المحطات الأساسية اللي دازت في العالم العربي الإسلامي منذ 60 سنة اللي وصلتنا للربيع العربي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.